السلام عليكم أيها الأحباء أينما كنتم، لقاءنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أثناء ما كنا نعد لعقد حلقتنا هذه جاءنا ما يلي، أن الإطار التنسيقي واستضافة السيد السوداني، وتم التفاهم على إقرار الموازنة في الغد بإذن الله تعالى. سيصوت مجلس النواب على موازنة 2023-24-25، الموازنة التي تأتي بحلة جديدة على خلاف ما اعتاد عليه العراقيين. طبعا ربما وعلى الأكثر كما يقال أن الموازنة ستقر بالأغلبية البرلمانية، وهذا يعني إذا ما أقرت بهذه الطريقة يعني أن الديمقراط الكردستاني سيكون له موقف آخر، ربما يتمخر عن لجوئه إلى المحكمة الاتحادية للاعتراض على هذه الموازنة. كما أن السيد وزير المالية السيدة طيف سامي أيضا لوحت بأنها ربما ستعترض على الموازنة إذا أقرت بناء على التعديلات التي قدمها البرلمان والتي قد تختلف عما أقرته الحكومة. أيها الأحبة، هذه الموازنة ربما تكون الأعقد بين الموازنات التي أقرت في الأعوام الماضية، إذ أن هناك الكثير من الإشكالات التي أثيرت، ولعل السباق الانتخابي المزمع إجراؤه هذا العام له دخل مباشر في هذه القضية. هناك العدد من النواب قدم اعتراضا، وهم نواب الوسط والجنوب، قدموا اعتراضاتهم على ما تضمنته هذه الموازنة والتي تعكس غبن لهذه المحافظات، هذه المحافظات التي تتقوم في الأصل الموازنة منها، إذ لا مصدر لتمويل الموازنة غير نفط الوسط والجنوب. موضوع حلقتنا لهذا اليوم التي تأتيكم تحت عنوان نصف سنة بلا موازنة، ماذا يعني ذلك؟ تقبلوا التحية مني علاء فاضل، ومعي في الإعداد الإعلاني قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا تعالوا لنقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان الموازنة إلى أين، الكاتب كاظم مجيد الحسين. الموازنة إلى أين، الكاتب كاظم مجيد الحسيني. الأحداث الناتجة عن الخلاف بين الحكومة المركزية والإقليم والفوضى الناتجة حول قيام منظمة الأوبك بلس بخفض إنتاجها من النفط الخام إلى مستويات قاربت 250 ألف برميل يوميا بعد المطالبات برفع سقوف إنتاجها. ما يميز الموازنة العامة في العراق أنها تشغل اهتمام غالبية الأفراد بتفاصيلها المختلفة، فإذا ما تأخر إقرار قانون الموازنة العامة سيدور الحديث عن أسباب ذلك التأخير، وهل سيتم إقرار قانون الموازنة العامة من عدمه؟ وهنا يثار التساؤل عن أسباب عدم إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2023، وهل سيكرر سيناريو الأعوام 2014 و2020؟ وكما نعلم أن العراق قارب على إنهاء نصف السنة المالية بدون إقرار الموازنة العامة نتيجة للخلافات والنزاعات السياسية. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الدكتور ضياء المحسن، الكاتب والباحث في الشأن المالي والاقتصادي. مرحبا بك. مرحباً. الأستاذ علي الزبيدي، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بكما ضيفين كريمين. دكتور محسن، دكتور ضياء، قانون الموازنة ألزم الإقليم بتسليم وارداته من النفط الذي كان يصدره، إلا أن الإقليم مستمر في إنتاج النفط ولا ندري أين تذهب عائداته. حبذا لو تحدثنا عن هذا الموضوع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لسعادة، شكرا لقناتكم الكريمة، تحية للأستاذ زيدي، مرحبا زبيدي، عفوا.
حقيقة يعني الموضوع إنتاج النفط من قبل الأكراد يعني موضوع معقد بعض الشيء. ليش؟ لأن يعني هم يستندون إلى أنه طالما لا يوجد هناك قانون نفط والغاز، فالدستور يعني أشار إلى أنه أعطى إمكانية للمحافظات المنتجة النفط أن تنتج النفط، ولكن ليس تصديره. هو هنا المشكل. المشكلة أنه ليش؟ لأنه أنت طالما محكوم داخل ضمن منظمة يعني منظمتين، احنا عندنا منظمة أوبك اللي هي منظمة عربية، وأوبك اللي هي بالإضافة إلى المنتجين العرب هناك منتجين أجانب. هاي المنظمتين تحكم عمليات إنتاج النفط من قبل الدول المنتجة للنفط. هذا أمر. الإخوان الأكراد بالمناسبة أنا أشكر عليك أكثر من مرة، أشكرت عليك جنابكم. نعم. كلمة الإقليم وأنت تصر عليها وقدامي تصر عليها. ما أعرف أساس شنو يعني ما شنو عدافتك وضعك. نعم. ما أعرف وجه اعتراض مع أنها مفردة وردت في الدستور، حتى ذا الدستور، لأن هو الدستور مرجعيتنا القانونية التي قبل بها بمشاكل هواي، خلي بمشاكل على أي حال على أي حال. نعم. موضوع إنتاج النفط الآن يتصور البعض أنه المحافظات الشمالية الأكراد يصدرون نفط، لكن من أين؟ الأتراك مانعينهم، بالإضافة إلى أن الإيرانيين ليس لديهم مصلحة في أنه يجعلون الأكراد يقومون بتهريب النفط. زين، فلذلك الآن هم محصورين في خانة لا يستطيعون أنه يعملون شيء بالبدن. الآن جت فرصة سانحة للحكومة العراقية، حكومة السيد السوداني، بأنه يسيطر. والسيطرة هنا مو استغلال بس، بل بإعادة الحقوق الدستورية التي تضمن أنه للسلطة المركزية أنه هذه الإنتاج النفطي هي من تسيطر عليه، تسيطر على الإنتاج وتسيطر على التصدير أيضا. بالتالي الإيرادات ستصب كلها في خزينة الدولة العراقية، السلطة المركزية في بغداد. هذا الأمر يعني جعل الأكراد يستفزون حقيقة. وجه الاستفزاز لأنه هذه الموارد ستقطع عنهم، لذلك يحاولون بشتى السبل والوسائل إلى أنه الالتفاف على هذا الموضوع. الإطار التنسيقي، دولة رئيس الوزراء، أعتقد الجميع متفقين، بعض الأخوة الأكراد وتحديدا الاتحاد الوطني أيضا، الاتحاد الوطني الكردستاني هنا متفقين على ضرورة أنه تكون عمليات تصدير النفط واستلام الإيرادات من قبل الحكومة المركزية. لذلك أحد نواب الاتحاد الوطني الكردستاني أشار إلى أن سورجي الاتحاد السورجي. نعم. أشار إلى أن الاتحاد، نواب الاتحاد الوطني، سيصوتون لصالح إقرار الموازنة. دعني أنتقل. نعم. للأستاذ علي الزبيدي. مرحبا بك أستاذ علي. حياك الله أستاذ. مشكلة الموازنة يعني ليست منحصرة بين الإقليم أو المحافظات الشمالية كما يرغب الدكتور ضياء، وإنما هناك إشكالية مهمة وصحيحة وحقيقية اللي هي المتعلقة بمحافظات الوسط والجنوب التي وصفت بأنها من المحافظات المحرومة. هسه ما أعرف يعني شنو هالإصرار على غبن هذه المحافظات. بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله أستاذ علاء وحياك الله الدكتور العزيز. الحقيقة أن موضوع النفط أنا أحب أقدم مقدمة لدقيقة واحدة. تفضل. موضوع النفط، أنت تعلم أستاذ أنه هو العصب الاقتصادي اليوم للعراق. 90% من واردات العراق اليوم ومن مصدر الدخل العراقي هو النفط. يعني عندنا الضرائب والمنافذ الحدودية وهذه كلها ما تشكل للعراق. العراق الآن بلد غير مصدر، بلد غير مصدر لأي منتج. لا يصدر إلا النفط. إلا النفط. نعم. فالآن انفتح لنا باب جديد إن شاء الله في خلال السنتين القادمتين، سيصدر الغاز الذي يحرق لمدة من 1917 أو 15 منذ استخراج النفط لحد الآن. العراق لم يستخدم الغاز المصاحب أو الغاز المستخرج. المشكلة الآن منذ أكثر من 20 سنة ولحد اليوم، أنا كنت أعرف في لندن أستاذ بابان
اللي كان احد مستخرجي النفط، يعني هو اللي استخرج نفط اربيل. التقيت به في بيته في لندن. رجل شرح لي جهل الأخوة الكرد في مسألة استخراج النفط. يقول أنا أول ما نصبت المكان مالتي كل شهر يقولوا لي وين النفط، شو ما طلع النفط. فهم عندهم جهل في الاستخراج وجهل في التصدير وقوانين النفط. النفط ثروة قومية لها قوانين. النفط ثروة للشعب العراقي من شماله إلى جنوبه أينما يستخرج. ولذلك الآن العراق من الشمال للجنوب يستخرج النفط في الناصرية وفي العمارة وفي البصرة وفي كركوك. هو ما نلاحظه أن هذه الفكرة لم يستوعبها غير أو لم تتحقق إلا في محافظات الوسط والجنوب. فإحنا البصرة الآن هي مصدر رزق العراق ومصدر قوت العراق. الآن تصدر أموال البصرة إلى كردستان. كردستان تبيع الآن صار تقريبا أكثر من 10 سنوات منذ استخراج نفط أربيل ولحد اليوم لا 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 شركة سومو ولا البنك المركزي ولا وزير المالية ولا وزارة التغطية تعلم أين تذهب أموال نفط كردستان. هاي الكارثة الكبرى. هذه مشكلة. لا المنافذ الحدودية ولا الضرائب ولا أموال النفط ولا أي سلطة للحكومة المركزية على الإقليم أو على المحافظات الشمالية نسميها. وهذا الحقيقة يشكل مشكلة. يعني أنت الحكومة تريد، حكومة الإقليم تريد رواتب الموظفين، وهذا غير خلاف الاتفاق الدستوري اللي صار. رواتب الموظفين يجب أن تصرف من الإقليم وليس من المحكمة الاتحادية. أنتوا لا تسلمون أموال نفط ولا تسلمون أموال جباية ولا أموال حدود، وتريدون رواتب الموظفين المركز. الحقيقة السيد العبادي عمل خيرا عندما قطع رواتب الإقليم لكي تسلم حكومة الإقليم أموال النفط. لكن إجا السيد عبد العمدي كسر هذا القرار حقيقة لمصلحة انتخابية، لمصلحة سياسية. هناك قانون عندنا بالدستور وهناك مصلحة انتخابية أو سياسية. يعني الأخوة الكرد بصراحة يعني استنزفوا العراق بالاتفاقات السياسية، لأن لا نصوت على هذه الحكومة ولا نصوت على هذا الرئيس الوزراء إلا أن تسوى أمور النفط. طيب أنتم الآن ما ترضون بالقانون، قانون النفط والغاز لم يصوت لحد الآن في إدراج البرلمان. الحزب الديمقراطي من أشد المعارضين إلى إقرار قانون النفط والغاز. نحن وجدنا الآن هناك انشقاق في الحزبين الكرديين. الحزب اليكتي ليس بجديد، يعني اليكتي مع إقرار قانون النفط والغاز، والحزب الديمقراطي مختلف. بعد إصدار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية برلمان الإقليم، الحقيقة هذا أعطى موقف قوي. المحكمة من أصدرت أنه الإقليم مو من حقه يستضف أموال النفط، هذه قوة أعطت للمركز. المركز الآن لديه أوراق كثيرة. الأستاذ الزبيدي، عذرا لسلطان الوقت، يعني يجب أن نستجيب. والدكتور المحسن أيضا، أنتم أيها الأحبة تعالوا معنا لنقرأ سوية مقطعا من مقال آخر حمل عنوان الموازنة العامة وإقرارها، الكاتب علي الزبيدي. الموازنة العامة وإقرارها، الباحث بالشأن السياسي علي الزبيدي. هذه الموازنة فيها من التفصيلات أكثر من الموازنات للأعوام السابقة. المسألة الأخرى أن الإقليم اختلق مشاكل لتأخير إقرارها بسبب تسديد الديون السابقة التي يطالب بها مجلس الوزراء من الإقليم. المسألة الثانية هي نسبة حصة الإقليم من الموازنة، وهناك اختلاف بين اللجنة المالية ولجنة مالية الإقليم. الأمر الثالث الذي يجب الإشارة إليه أن هذه الموازنة هي الأعلى في تاريخ العراق الحديث. الأمر الرابع، لأول مرة العراق يتجه إلى تعدد مصادر الثروة الوطنية لكي لا يبقى الدخل الوحيد للعراق هو النفط فقط. مرحبا بكم مرة أخرى وأجدد ترحيبي بضيوف الأكارم الدكتور
ضياء، أنا وعدتك أنه تستكمل ما كنت تتحدث فيه، لكن لنجعل لذلك مفتاحا. يعني أنا جاي أستغرب ليش الموازنة ما تراعي موضوع عطاء المحافظات، يعني ليش ما يكون أكو توازن بين ما تعطيه المحافظة وما تأخذه. ما يجري هو أن الموازنة تستنزف بعض المحافظات ولا تقاوم حتى ابتزاز محافظات أخرى. شوف أستاذ علاء، خلي يكون واضح وياك، وأعتقد أني أكثر من مرة قايلة، الموازنة مو عملية محاسبية. يعني مو هي واحد زائد واحد يساوي اثنين. مو أني أجيب جاني مثلا إيرادات نفطية أجي أصرفها، لا. الموازنة عملية اقتصادية. العملية الاقتصادية تختلف عن العملية المالية، بالتالي هذا إذا عكسناه على من يقوم بوضع مفردات الموازنة، ما نشوف ولا اقتصادي في من يضع مفردات الموازنة بحسب شنو؟ ما هي المعطيات اللي يعمل عليها واضع الموازنة حتى نقول والله هاي موازنة اقتصادية اليوم؟ يعني ايش تريد تقول بعد اذنك دكتور؟ تريد تقول ان من وضع الميزانية هم ساسة وليس اقتصادية؟ لا عفوا هم ناس حتى حتى مو ما عندهم اختصاص حتى بالمالية ما عندهم المالية العامة. طيب. ما عندهم اختصاص. طيب. ما عندهم اختصاص، يعني ما عنده شهادة بالمالية العامة. نعم هو يفتهم بالأمور المحاسبية، هذه مجموعة مجاميع يجمعها، مجرد أرصدة يقول لك هذا العجز، هذا العجز. أعداد كبيرة من المستشارين تحيط بدولة رئيس الوزراء. ما له علاقة الآن، حتى مستشار رئيس الوزراء. نعم. إذا نطلع بس السيد محمد مظهر صالح المستشار الاقتصادي، بقية الاقتصاديين المستشارين عفوا ما لهم علاقة بالاقتصاد بالمطلق نهائيا. هذا واحد. الآن أنا أجي إذا أجي مثلا على الاقتصاد، إذا أجي على الاقتصاد من أجي لازم أشوف ما هي الأولويات فيما يتعلق بإحياء الاقتصاد العراقي. يعني الآن عند السيد الزبيدي يتحدث عن أنه اقتصاد يعتمد على جانب النفط، هو صحيح. طيب وهل هذا الموضوع صحيح انه تعتمد على جانب النفط فقط؟ قطعا لا. ليش؟ يعني انا اعتقد مره من المرات اتحدث عن التجاره العالميه. التجاره العالميه يعني منتدى التجاره ما يقبل انه العراق يكون عضو. ليش؟ لانه العراق اذا تجي للناتج المحلي الاجمالي مالته مع الرقم الكبير اللي هو اذا خرجنا الإيرادات النفطية يبقى الناتج الإجمالي هو صفر، يعني قريب من الصفر بكثير، مو لا أكثر، يعني حتى لا أتجنى. بالتالي أنا يجب أن أقوم بتوظيف هذه الإيرادات في تنشيط الاقتصادات الأخرى، يعني القطاعات الاقتصادية الأخرى اللي هي الزراعة، الصناعة، القطاع الصناعات التعدينية، الصناعات التحويلية، غير القطاع السياحة. هذه كنت ولا أنا خل أقول لك، أنا الآن إذا أشوف الموازنة اليوم 197 تريليون دينار عراقي، وينها وشنو النفقات؟ شنو النفقات؟ يعني أبواب النفقات من أبا عليها أظل أصفن. يعني مثلا أجي أشوف 4 تريليون دينار تقريبا 4 تريليون دينار هذه بالبرامج الخاصة. شنو المغزى من البرامج الخاصة اللي أنا أضع لها 4 تريليون دينار؟ زين وين أروح عن نفقات تشغيلية؟ إذا طلعت الرواتب أشوف بقية الأبواب كلها عبارة عن تبذير وهدر بالأموال بدون مبرر اقتصادي. احنا ولا سنة صارت عندنا او سمعنا بحسابات ختامية. اذا اجيت الان مثلا وجيت قلت لي موازنة العراق اليوم لثلاث سنوات، اقول لك والله جيدة. جيدة نوعا ما. ليش؟ ليش نوعا ما جيدة؟ لانه الموازنة تبتعد ابتعاد يعني نوعا ما كبير عن موازنة البنود. الآن هي موازنة طالما ثلاث سنوات، هناك موازنة برامج تعتمد على أداء هذا المشروع نسب الإنجاز، وبالتالي يتحول المبلغ، ما يدور المبلغ، مو يروح إلى يصار إلى 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 تأهيل مثلا تخصيص مبلغ آخر. لا،
هذا المبلغ نفسه المخصص من هذه الموازنة يتحول إلى الموازنة القادمة كأنه برمجة. هذا يضمن استمرارية الخدمات. نعم. تمام. يضمن استمرارية أنه يكون هذا المشروع ما يتوقف لعدم وجود تخصيصات. هذا واحد. اثنين أنا من أجي بعجالة لو سمحت حتى أشوف الإيرادات لازم أجي أروح أخصص القطاعات الاقتصادية الأخرى. ليش؟ حتى أديم الأموال. أجي أكون نوع من الاستدامة المالية، أكون نوع من التنمية الاستدامة اللي تحرض عليها الأمم المتحدة وتدعو لها من خلال 17 مادة اللي هي لغاية 2030 تنمية المستدامة. نعم أستاذ علي، احنا يعني مرتبين الأسئلة لكنه إجانا الخبر الجديد اللي يقول أن الموازنة ستقر في الغد بإذن الله تعالى، لكن راح نحول سؤالنا إلى تحذيري، يعني ما هي الآثار المترتبة على تأخير الموازنة على الاقتصاد العراقي؟ يعني أستاذ علاء، أكو مصلحة بلد وأكو مصلحة فئة ومصلحة حزب. بالتأكيد. فمصلحة البلد مقدمة على مصلحة الفئة. على كل المصالح الأخرى يعني. نعم. يعني الوطن فوق الجميع. نعم. احنا اليوم اذا اريد نبني بلد ونقوم اقتصاد بلد المفروض ان نعمل لمصلحة شعب كامل. بالتأكيد. انا اجي والله فلان حزب او فلان جماعة او فلان شخصية معترض على الموازنة، والموازنة موازنة بلد. الان معطلة مشاريع استراتيجية، مشاريع تنموية، مشاريع اقتصادية، مشاريع وظائف ناس، درجات وظيفية معطلة على الموازنة. طيب هذا منو يتحمل مسؤوليتها؟ حتى رئيس وزراء يدان في هذا إذا إذا إذا, إذا, إذا تأخر في إقرار الموازنة. فالبرلمان الآن الكرة في ملعب البرلمان. البرلمان غدا مطالب بأن يغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الفئوية والحزبية. بالتأكيد. فالمصلحة الوطنية هي مع قرار الموازنة العامة. الموازنة العامة هذه موازنة 3 سنوات لمدة الآن مضى من السنة الأولى نصفها، بقي عندنا 2.5 سنوات. يبدو أن من يعترض على إقرار الموازنة يريد أن يبتز الحكومة في كل سنة. فهذه 3 سنوات عندما لذلك عفوا أستاذ علي، لذلك يعني يستبشر المختصين خيرا في إقرارها للسنوات 3 لإبعاد الحكومة عن ابتزازات الكتل السياسية. هذا لا يعني أن الحكومة لا تري الموازنة العام القادم للبرلمان، لا يشهد البرلمان. نعم نعم. ولكن تعتبر في حكم المنتهية. فإذا كانت هناك تعديلات، تغيير بالاقتصاد. نعم. تغيير في أسعار. نعم. النفط. صحيح. فهذا يعتقد أن التعديلات ستدخل على الموازنة. نعم. لكن يبقى مصلحة المواطن العراقي، مصلحة المواطن في الوسط والجنوب، مصلحة المواطن في الشمال، حتى المواطن في الشمال الآن أصابه الحيف من تأخير الموازنة. فنحن أمام تحدي كبير للبرلمان. البرلمان اليوم مطالب بأن يتحمل مسؤوليته كاملة في إقرار الموازنة غدا. فاليوم كان يجب أن يتم الإجماع، لكن اليوم أنا أعتقد أنه حسمت 90% أكثر من 90% من المواد القانونية. بقيت 3 مواد اللي هي 12 جي و13 و14. فهذه المواد بقيت معلقة لأنها تمس حسب ادعاء الحزب الديمقراطي تمس مصالح الإقليم. واعتاد الإقليم أن 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 يأخذ الموازنة كاملة. يعني إذا حسبنا الآن بعض الاقتصاديين، أنا مو اقتصادي، أنا رجل محلي سياسي. نعم. بعض الاقتصاديين قالوا ستصل نسبة الإقليم إلى 18% مو 12. إذا حسبنا الـ 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 الأموال التي تضاف إلى الموازنة ستصل موازنة الإقليم إلى 18.5. نعم. فإحنا يجب أن يتحمل البرلمان غدا إقرار الموازنة رضي من رضي وغضب من غضب. لأنه الآن مصلحة العراق الاستراتيجية، مصلحة العراق الاقتصادية تقتضي مشاريع تنموية، مشاريع استراتيجية يجب أن تحصل في هذه السنة. الآن مشاريع معطلة كثيرة، درجات وظيفية، الحكومة استحدثت كثير من آلاف الدرجات الوظيفية. هذه معطلة على الموازنة. نعم. فلمصلحة من تأخير الموازنة. صحيح والله. هناك جهات تعمل على تعطيل دور الحكومة وعمل الحكومة.
طبعا هو هذا يخرج حتى عن إطار العمل الاقتصادي، إنما هو ربما ينطوي على موقف سياسي. على أي حال دكتور محسن، عفوا كما تفضلت. نعم دكتور محسن، أريد تحكي لي عن العلاقة بين الموازنة وأسعار النفط، خصوصا أن أوبك قررت خفض إنتاجها إلى 250 ألف برميل يوم. رحب من حيث انتهيت، انه تعرفون انه احنا الانتاج النفطي العراقي حسب اوبك 450 أو 420 تقريبا بالضبط 420. احنا الان ما ننتج هذا الرقم، اقل من عنده، بالتالي احنا يعني احنا من البدايه احنا فاقدين ال 220 برميل، يعني فاقدينها. لانه ليش هذا التخفيض؟ التخفيض من حصاد العراق فقط هو التخفيض؟ لا هو نعم. مجموع احنا يعني احنا فاقدين 220 برميل، لانه ما واصل مستوى الانتاج الى هذا الرقم. جيد. فبالتالي يعني هذا ننساه. جيد. تسألني شنو العلاقة بين سعر البرميل والموازنة؟ بالضبط. تمام. احنا قبل قليل كنا نتحدث انه الاقتصاد العراقي تمويل النفقات العامة يعتمد فيه، الاستاذ الزبيدي يتحدث عن اكثر من 90% بتمويل نفقاته على بيع النفط. فبالتالي اذا زاد او انخفض سعر البرميل دولار واحد راح يعني باع زياده ونقصان مليار دولار. دولار واحد. بلي هذا واحد. صحيح. احنا عندنا نوعين من النفط نبيع نفط ثقيل ونبيع نفط خفيف. النفط الخفيف يبدو انه احنا هناك يعني سعر تقريبا احنا الان يعني هو بحدود 74 75 بين 74 ل 75 دولار نبيع النفط. بالتالي احنا لغايه اللحظه نبيع بسيفتي يعني يعني اعلى من السعر المقرر بالموازنه بالمنطقه الامنه يعني. لكن هذا ما يبرر ولا ينطي مبرر لاي جهه، سواء بالتشريعيه او بالتنفيذيه، انه يعمل هكذا عمل. يعني هذا تبديد الاموال بابواب هامشيه لا ما تقدم ولا تاخر بالنسبه للاقتصاد لتنميه الاقتصاد، هذا غير مبرر. ليش؟ لانه احنا اذا اجينا للتنميه المستدامه اللي تحدثنا عليها قبل قليل، هذه التنميه تفترض بالسلطه التشريعيه التنفيذيه عفوا انه تقوم بتنشيط القطاعات حتى لكي تبتعد شيئا فشيئا عن تمويل الموازنه من خلال النفط. ليش؟ لان اولا احنا كبلد نفطي، نعم بلد نفطي، ومؤسسين الى منظمه اوبك واوابك اثنيناتهم، احنا مو لاعب رئيسي بسوق النفط. هذا واحد. اثنين ايضا احنا ما نقدر مثلا نصد المتغيرات الموجوده بالسوق النفطيه، وحتى يعني سواء الطبيعيه او غير الطبيعيه. الطبيعيه مثلا سوء الانواع الجويه في 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 مرفا العميه، اذا ساءت الاحوال الجويه راح يتوقف تصدير النفط. اثنين اذا مثلا اي مشكله تحدث في بالخليج العربي، وهي مشكله حقيقه. ليش مشكله؟ انه احنا ما عندنا منافذ اخرى. وهذا حقيقه يسوقني الى ان اطرح موضوع الانبوب العراقي النفطي اثمار بالسعوديه. واعتقد هذا اكثر من مره طرحناه، انه لماذا لا يقوم اللي يصب في ميناء ينبع على ما هو انبوب عراقي. انبوب نفط بتمويل عراقي كله عراقي. لماذا لا تقوم الحكومه العراقيه بمخاطبه السلطات السعوديه باعاده تاهيله استلامه من قبلهم؟ واعتقد هو كان اكو مقترح في ايام السيد الكاظمي عندما كان في زياره لهم، قالوا له يعني قالوا ليش ما العراق يستلم هذا الامور؟ فبالتالي يعني توزيع المنافذ تعدد منافذ اما تعددها وتغيرها ممكن انه يعني يخليك ينضيك فسحه من العمل في انه لا تتعرض لهكذا صدمات. الصدمات كثيره ومتعدده، ممكن ترفع سعر برميل النفط وممكن تخفض سعر النفط. وابسط حادثه احنا عندنا ازمه كورونا، عندما صارت برميل النفط نزل الى ادنى مستوى الى صفر. باعت اكو شركات باعوا بنفط نفوطها على ظهر الناقله مجانا. الدكتور ضياء المحسن والاستاذ علي الزبيدي، انتم ايضا ايها الاحبه تعالوا معي لنقرا مقطعا من مقالنا الاخير، والذي حمل عنوان المال
والسلطة، الباحث الدكتور قاسم بلشان التميمي. السلطة والمال، الباحث دكتور قاسم بلشان التميمي. يتوجب على رجال السلطة ألا يبخلوا بأموالهم حتى وإن كانوا بخلاء، ويجب عليهم أن يبذلوا الأموال بسخاء كبير، لأنه وببساطة مشددة إذا ضاعت السلطة منهم فإن الأموال لا تستطيع إرجاعها. وليس هذا فحسب، بل إن الأموال التي حصلوا عليها عن طريق السلطة فسوف تتبخر كما تبخرت وذهبت سلطتهم. ربما هناك من يسأل ما المقصود بمفردة سخاء كبير؟ المقصود بها وبإيجاز شديد عدم التضييق على حياة المواطن الفقير وتسهيل سبل عيشه الكريم غير المذل وتقديره كإنسان. خلاصة الخلاصة، يا أصحاب السلطة، اعرفوا كيف تحافظوا على سلطتكم، واستعينوا بعقول راسخة لا عقول متملقة ومنافقة. مرحبا بكم، وانضموا معي للترحيب مرة أخرى وأخرى بضيوفي الأكارم، الكاتب والأكاديمي الدكتور ضياء المحسن، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي الزبيدي. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ علي. فيما يقول السيد البرزاني أنهم متمسكون بالاتفاق السياسي المبرم بين رئيس الوزراء وحكومة الأقليم، وأن تعديلات اللجنة المالية على الموازنة هي تعديلات غير دستورية، في حين أن قوى مؤثرة في الإطار تقول أن الاتفاقات السياسية لا تعلو على الدستور. فكك لي هذه حقيقة. هي هذه المفارقة الآن بين الإقليم وبين المركز. نعم. أن الإقليم يتمسك باتفاقات سياسية مع حكومات انتهت. نعم. هناك حكومات، حكومة المالكي، حكومة المصطفى الكاظمي، حكومة عادل عبد المهدي، حكومة دكتور العبادي، هذه حكومات انتهت. فعندما يعني نسحب هذه الاتفاقات السياسية على الدستور وعلى القانون وعلى حقوق 12 محافظة، هذا حقيقة هذا مخالف للإنصاف ومخالف للقانون ومخالف للحقيقة. احنا نريد اليوم العراق عندما يختلف الاقليم والمركز، عندما تختلف تلجئ المحكمة الاتحادية. نعم. المحكمة الاتحادية اقرت وبشكل واضح ان الثروة يجب ان تقسم بين الشعب العراقي، تصدير الاقليم غير قانوني. فانا اعتقد ان الاقليم يجب ان ينصاع اذا اراد ان ان ان, أن تسير الامور مع تحالف استراتيجي بينه. أستاذ علي، دائما ما تختلق الذرائع. يعني نعم. إذا أصدر القضاء العراقي بعد إذنك، يعني نعم، إذا أصدر قرارا نعم ليس لا يصب في صالح الإقليم، الأخوة في الإقليم، تقوم الدنيا ولا تقوم. لا، ويتهمون القضاء بأنه مسيس. يعني لمن المشتق؟ في إحدى المقابلات أنا ذكرت هذا الأمر. نعم. قلت عندما يكون القانون في مصلحة الإقليم، الكل يثني على المحكمة الاتحادية، المحكمة الاتحادية والقانون العراقي، لكن عندما يخرج القرار غير متفق مع مصلحة الإقليم، هذه محكمة مباشرة يتهم القضاء بأنه مسيس، محكمة مسيسة، محكمة غير عادلة، محكمة غير قانونية، وتهاجم المحكمة من أعلى سلطة في الإقليم. الحقيقة هذا 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 عمل مو يعني مو عمل وطني ولا عمل سياسي. العمل الوطني والسياسي أن يتكاتف الجميع لبناء وطن واحد. فإذا كان يشعر الأخوة الكرد أنهم معنا شركاء في الوطن مع الجنوب والوسط، يجب عليهم أن ينصاعوا لحكم المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية عندما تحكم بتوزيع الثروة وعدم قانونية إصدار النفط عبر كردستان، تصدير النفط عن طريق تركيا، فنعتقد هذا قانون صحيح وقانون وطني. فعندما يتمرد الإقليم على المحكمة الدولية أشارت إلى ذلك، عندما يتمرد الإقليم على هكذا قوانين، الحقيقة يعني أنا أعتقد أن هذا مخالف لبناء وطن، لشراكة وطن. عندما يدعي الأخوة الكرد أنهم شركاء في وطن واحد وهم أقليم مستقل وأقليم من ضمن العراق، نعم على رأسي.
لكن يجب أن توزع الثروات بالعدل. اليوم الوسط والجنوب الحقيقة نواب الوسط والجنوب، نواب البصرة بالذات، نواب الناصرية، نواب العمارة، علت أصواتهم في البرلمان وقالوا نحن محافظات تعاني من الغبن. طيب هذول الناس عندهم جمهورهم، ناس عندهم محافظات، عندهم شعب، فبماذا نجيب هؤلاء الناس؟ ممتاز ممتاز. دكتور ضياء، الديون اللي طالب بيها الإقليم أو المحافظات الشمالية كما يحلو لك، ما شفنا أن يوضح أمامها مطالبة بالإيرادات النفطية لنفس الفترة التي وقعت فيها أو تحققت فيها المديونية. شوف أستاذ علاء، يعني الأخوة الأكراد مو الكرد، الأخوة الأكراد نعم لغة صحيح، يطالبون بمستحقات هي ليست لهم، إنما نعم. هي مستحقات عليهم للشركات الأجنبية، لأن يعني هم تعرفون أنه هم يتقاسمون العقود بيناتهم بين الشركات، هي عقود شراكة مو عقود خدمة، يعني مثل العقود اللي أبرمت في زمن السيد الشهرستاني وما بعده. عقود الخدمة تختلف إنه هذا بئر موجود أنت تجي تطوره. الأكراد لا، بالعكس، أنطوا للشركات الأجنبية العاملة، هم شركاء في الإنتاج، وهذا خطأ حقيقة، خطأ مو فقط يعني خطأ ارتكبوه بحق نفسهم، لا، خطأ ارتكبوه بحق العراق ككل. ليش؟ لأن هاي ثروة العراق، مو ثروة، لا ثروة الأكراد، لا ثروة مسعود برزاني، ولا ثروة أي شيء. ثم لا تنسى أنه الأكراد ترى الآن يتجاوزون حتى على نفط كركوك، بعض الحقول، بعض الحقول الموصل أيضا يتجاوز عليها، فبالتالي هذه عمليات سرقة ممنهجة، و يعني حتى سرقة؟ أي نعم سرقة. ليش؟ لأنه أنت الآن بالمحافظات المنتجة النفط هسه مثلا واسط ما يقدر يتعدى على حقول العمارة اللي هي مثلا بزرقان ولا غير بزرقان. مو ليش؟ لأن اكو شركات عاملة، شركة نفط شركة نفط ميسان وشركة نفط واسط. هذا واحد. طيب هي الحكومة اصلا ليش تركت هذه الابار اللي فيها؟ نجي للسياسة اللي جنابك هو السؤال الجوهري بعد اذنك دكتور. نعم هو السؤال الجوهري، يعني هذه جولات التراخيص كلها تجري على أبار الوسط والجنوب، ولم نسمع أن هناك جولة تراخيص تخص نفط كركوك أو أربيل أو استعمالية. أنت الآن الآن راح تخليني أحكي حكي، هو أنا اللي أي ليش؟ لأنه إحنا تعال أنت الآن جيب لي موازنات العراق هنا نشرها على طاولتك يعني، وقل لي نفط كركوك هاي 300 ألف برميل المنتجة من حقول كركوك وصلاح الدين، وين لها أثر بالموازنة؟ هذا تساؤل، ما موجود تساؤل عريض. وزيرة المالية أكثر مرة ليش؟ لأنه الأكراد حقيقة مسيطرين بالقوة، يعني القوة العسكرية، وتذكرون أنه سيد العبادي وهي هاي الوحيدة اللي تحسب له، مع أنه ما إلى الفضل هو في إخراج الأكراد من، لأنه يعني اللي أخرج الأكراد من كركوك هم الحشد الشعبي. فهذه نعم، لكنه تحسب له لأنه في عادة. المرة الوحيدة اللي سيطر بها المركز على نفط كركوك هو في عام 2017، بعدها عادت حليمة إلى عادة القديمة. الآن الأكراد بشتى الطرق يسيطرون على خورمال، على 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 حقول كركوك، وبالإضافة إلى هذا حتى بالمناسبة التصدير مستمر. لا لا نعم. لا أكو قيل أنه الآن مستمر. نعم. صهاريج قاعد تطلع. قيل خلق لك قيل هذا قيل ما يخالف، حتى صهاريج إيش قد ممكن إنه تصدر صهاريج، وهذا كله تهريب، وبالاشتراك أيضا مع 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 مع, مع, مع العرب الشيعة والسنة. استعرفنا من هذا الموضوع. لا تخلينا نطلع من شو اسمه ننزل على الترابي بعدين سوينا مش عارف. فاحنا موضوعنا التالي. احنا يجب ان الحكومه المركزيه تضع يدها على هذا، لكن
عليها الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز. هذا القانون هو هو الذي هو الذي سيثبت الحدود فيما يتعلق بكل حقوقه والواجبات المفروضة عليه. شكرا لك أستاذ علي. الكاتب الدكتور قاسم بلشان يقول: يتوجب على رجال السلطة أن لا يبخلوا بأموالهم وأن يبذلوا الأموال بسخاء وبسخاء كبير، لأنه وببساطة مشددة إذا ضاعت السلطة منهم فإن الأموال لا تستطيع إرجاعها. طيب إحنا هذه بعد مرور 20 سنة، إما أن نبذل أو أن تضيع السلطة، شنو إحنا دنبني بيت عنكبوت شنو؟ يعني أستاذ على تعرف أنت أكو هناك رجال دولة ورجال سلطة. جيد. رجال الدولة يبنون وطن. جيد. ورجال السلطة يبنون سلطة لأنفسهم. صحيح. هذا الفرق. الفرق كبير جدا. هناك رجال دولة، العراق يفتقر إلى رجال الدولة. يعني إحنا. يعني أنت مع وجهة النظر اللي يبديها الدكتور بلشان؟ نعم جدا. رجال الدولة، رجل الدولة يفكر بمصلحة الدولة بأكملها. نعم صحيح. رجل السلطة يفكر بمصلحة شخصية. نعم. هو يعلم أنه جاء 4 سنوات أو 8 سنوات ويذهب وتذهب المغانم المادية، يأخذ حصته من الكعكة ويخرج. هنا يجب أن نؤشر أن من يتصرف كرجل دولة يفكر بخصخصة الاقتصاد، يوصل الاقتصاد العراقي إلى أوجه. نحن نلاحظ الآن بدون مؤاربة ومجاملة السيد السوداني يعمل بهذا الطريق، يعني يعمل على إنعاش الاقتصاد العراقي من جميع المنافذ، المنافذ الاقتصادية التي يدخل منها اليوم الواردات العراقية. يعني يحاول الرجل أن يصلح ما فسد لمدة 20 سنة أو لمدة 50 سنة حتى في زمن النظام السابق. النظام السابق كان نظام مستهلك، نظام تعبان اقتصاديا، لكن يعني كانوا يتحججوا بالحصار. لكن انا الاحظ الان السيد السوداني الحقيقه فتح صفحه جديده في مساله انعاش الاقتصاد العراقي. فهذه لم نعتد عليها في الحكومات السابقه. رجل له ما له وعليه ما عليه. نتامل في المستقبل مستشارين السيد السوداني اقتصاديين، مستشار الخبراء الماليين، يجب ان يصلوا الى نتيجه أن السياسي يجب أن لا يفكر في المال فقط بل يفكر في بناء وطن. فمن يريد أن يبني وطن عليه أن يتوجه أن يتحرر من المصلحة الشخصية. الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي الزبيدي، كنت ضيفا كريما علينا. الدكتور الكاتب والباحث والأكاديمي في المال والاقتصاد دكتور ضياء المحسن، كنت ضيفا كريما علينا أيها الأحبة. ما يتعلق بإقرار الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب هي في الواقع موازنة لثلاثة أعوام، موازنة للعام 2023، موازنة للعام 2024، وكذلك للعام 25. ما مرر بهذه الموازنة إذا كنا نقبل لأن تكون لسنة فإننا يجب أن تكون لنا كلمة في موازنات 24 و 25 فيما يتعلق بإنصاف المحافظات المحرومة. وهذا الاصطلاح هو من المصطلحات التي اتفقت عليها الكتل السياسية، أن محافظات الوسط والجنوب التي تقوم الموازنة العراقية هي المحافظات الأكثر محرومية. فشيء من الإنصاف أيها البرلمانيين والساسة. في أمان الله.